النهارده اتفرج على يعني ما شاء الله قوام الفرقه النهارده عامل ازاي. احنا قوام الفرقه من الاهلي ما شاء الله من اقوى الفترات اللي مظبوط. ممكن يكون سكواد متكامل للفرقه. في كل مركز عندك مينيمم 2 لعيبه يشيلوا الفرقه. تمام؟ فالنهارده لما مثلا فكره مثلا بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا هو امكانياته كويسه جدا ويكونوا فنيا ليهم مستقبل كويس قوي، بس النهارده ممكن لو جه دلوقتي مع فرقه عندنا يكون ما يلعبش، ما ياخدش وقت لعب كتير. مظبوط. فدي حاجه بالنسبه لنا لازم ان احنا نفكر فيها، ان ازاي اللعيب ياخد دقائق لعب اكتر ويكون يظهر بشكل اكبر وياخد خبرات اكتر، عشان بعد كده يجي عندنا يكون الفرقه فعال، ما يكونش بس ان هو قاعد مظبوط. او ورا الصفحه تلجيه. وخلي في بالك نفس الجمهور واثق في اللي حصل لانه شافه قدامه، شافه في اكرم توفيق، شافه في محمد شريف، شافه في احمد ياسر ريان، شافه في احمد عبد القادر. فبالتالي ان حضرتك تجيب لعيب زي مصطفى البدري مقتنع كاداره تخطيط او كاداره كره في النادي الاهلي ان هو يبقى موجود معانا الفتره اللي جايه، ولكن نشوفه اكتر بره يستفيد منه النادي اللي هيروح يلعب فيه، وانا اقدر اعوض جزء مالي من اللي انا دفعته، وفي نفس الوقت الولد نفسه او اللاعب نفسه بيتطور من الناحيه الفنيه. بالظبط بالظبط كابتن. وحاجه ثانيه برضو، ما انت النهارده في اتفضل. ناس تقول الاهلي غلط ان هو ساب مصطفى رجعه بعد سنتين. تمام؟ هو انا مش عيب ان احنا نعمل حاجه زي كده، فاهم قصدي؟ دي نعم بتحصل في العالم كله، ان في لعيبه بيتطوروا بشكل سريع جدا، فانا بدل ما استنى كمان سنتين او 3 سنين يكون سعره وصل لرقم كبير جدا، لا احنا ممكن ناخده بسعر منطقي دلوقتي ويبقى معانا، فاهم قصدي؟ بتحصل في العالم كله، مفيش مشكله خالص يعني. مظبوط.